أبونا بيقول كنيسة عدرة الزيتون. تقول لنا النهاردة شعور حضرتك وإحنا في أول المرحلة، أول يوم المرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية، شعور حضرتك؟ المرحلة الأولى اللي قبل كده كان الإقبال ضعيف، لكن أنا متوقع المرة دي في القاهرة يكون إقبال شديد، لأن طبعا القاهرة أكثر وعيا يعني بالحياة الديمقراطية، وعشان كده هيكون الإقبال أكثر. الرسالة اللي حضرتك بتوجهها للشباب والجميع الشعب المصري ان هو ينزل ويدي بصوته، ما يحجمش عن المشاركة في الانتخابات قدام بصوته. طبعا احنا حتى في الكنيسة بنقول كلنا ننزل، لكن تختار مين، دي الكلمة الوحيدة اللي ما قلناهاش، تختار اللي انت عاوزه، بس المهم تنزل وتثبت، يعني صوتك يكون صوت واضح، ولازم صوتك هو يعني اقول لك ايه هيحكم مصر. على اي اساس حضرتك اديت صوتك لمنتخبك البرلماني اللي انت رشحه؟ بصراحه انا سمعت عنهم ان الناس يعني وطنيين درجه اولى، بيحبوا مصر اولا واخيرا، ده اهم حاجه، وناس عندهم روح الخدمه، ادي الاساسيات اللي انا اخترتهم عليه. احنا بنشكر حضرتك. سلام سلام ست، شكرا.